السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي الجزيرة المباشر. نحن اليوم نلتقي في هذا المخيم في الداخل السوري، مخيمات النزوح العشوائي من هنا من ريف إدلب الشرقي، مع عدد من النازحين والعوائل التي نزحت إلى هذا المخيم من ريف حماة الشمالي قبيل عيد الأضحى المبارك، للحديث معهم عن وضعهم في هذا المخيم خلال الفترة الذين عاشوا في هذا المخيم. السلام عليكم، احكي لنا عن وضعكم بهذا المخيم خلال الفترة اللي انتم عشتوا في هذا المخيم، وضع المخيم كيف؟ والله يا استاذ وضع المخيم يعني مأساوي كثير، عرفت علي كيف؟ وضع المخيم مأساوي كثير، المخيم بحاجة بكثير شغلات، بطانيات، طراريح، يعني بحاجة لتصليح الحمامات، بحاجة يعني كثير يعني لشغلات، يعني الخبز ما عندنا قدر نشتريه، كثير شغلات ما عندنا نشتريها، بنقص خزانات، بنقص مياه عم نشتريها، يعني كل هالشغلات اللي عديت لك اياها كلياتهم هدول عم نشتريهم نحن، يعني بحاجة كم خيم للمدرسة، بحاجة راتب للأنسات، يعني وكله مشترى، وللمادة يعني ما في مصاري. عم تجينا مثلا سلي بالشهر كله كامل، عم تجينا سلي وحدي عم نبيعها وعم نصرف ونعيش منها، وزنها 17 كيلو السلي، يعني هاي هي الامور كلها. انتم كنازحين كيف استقبالكم اليوم لعيد الاضحى؟ في عائلات بدات في استقبال تجهيز الحلويات شيء الا ما في عندكم؟ لا لا لا، ولا عائله بالمخيم جهزت شيء، لان عندنا الاطفال بحاجه للباس، بحاجة لعيد، بحاجة لكتير شغلات يعني، وجايين على موسم شتاء، يعني ما عندنا شيء خالص أستاذ، ما عندنا شيء بنوب بالمرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. العم تحكينا عن العوائل اللي هم بالمخيم خلال الفترة اللي عاشوها ضمن حر الصيف، كيف كان وضعهم؟ حر الصيف ماتت العالم من الشرب، طلعت من هلق، مو انت مو موجودين، انت كانت قاعد العالم برا، عندنا الوضع مأساوي جدا، الشوب لا يطاق، حر لا يطاق، ولسه جايين على الشتوي، شو بده يصير معنا ما نعرف. عندنا نحن ابشع شيء عندنا الصرف الصحي، الصرف الصحي تعبان للاخر، الريحه عم تقتلنا قتل، ريحة عم تقتلنا قتل، وجاب البعوض موجود والذبان موجود، يعني وضعنا سيء جدا جدا. بعدين بالنسبة للأحوال اللي شو اسمه، مادة ما في، تجينا سلة وزنها 13 كيلو كل شهر، اللي عيلته أربعة تنفس شهر إيه وشهر لا، يعني نص سلة ما بتساوي شيء، ما بتساوي شيء، ما وغلا بالنسبة للخضار للشغلات للطبخ، لا ينقبل ولا بشكل، لا ينقبل ولا بشكل، يعني اذا بدنا نبيع مثلا كيس طحين يجيب طبختين بدون لحمه، باذنجان وشويه بلدوره، ونحن تعبانين جدا تعبانين، والمي عم نشتريها مشترى وماده ما في، نشتريها مشترى وماده ما في، يعني شو رايك انه هون ما لنا حدا هون عم نتدين احيانا، من بيجينا واحد يبيع خضره هون عم نتدين منه الخضره التي لنبيع القسم من السله، اللي بيتاكل بدنا ناكله، ما نقدر نصرف فيه، ما نقدر نصرف فيه، هالزيتات وهالسكرات كانوا عم يعطونا كمان، حتى رز عفوا عدس مطحون هلا وقفوا عم يعطونا فاصوليه من اللي ما بتستوي، يعني وضعنا سيء سيء جدا جدا جدا، ولو انا ما وما نقدر، وين بدنا نروح؟ ما عندنا غير المنطقة هاي، تعبانين جدا، نحن تعبانين. الأخ الكريم تحكينا بالنسبة للأمور الصحية، يعني أنتم ما قدمتوا بيانات للمجالس المحلية القريبة منكم هون بريف الدب الشرقي أو الجمعية الإغاثية معاناة وضعكم الصحي كيف؟ قدمنا للمجلس الصحي للمجلس المحلي مع شمشة، وعدونا وصار لنا هالحكي من 3 شهور 4 شهور بيوعدونا وما بيساوي شيء، ما اجى تصوير وما صبر وما صار شيء. الفتره اللي انت عايشينها هون معناتكم الامور الصحيه مأساوي كثير، يعني الدبان موجود بكثره، الباق موجود بكثره، التمديدات الصحيه سيئه جدا،
البيوت اللي ساكنين فيها ما فيها أي نوع من الخدمة، ما فيها أبسط أنواع الخدمة. نحن بالمخيم 40 عائلة، هلا 40 عائلة بالمخيم. مع جماعتنا اللي برا المخيم كلهم طبعا مضيع، بنطلع شي 60 عائلة. نحن بحالة يعني مأساوية صعبة كتير، يعني جايين هلا على موسم شتاء، تدفئة ما في، صوبات ما في، مواد كتير ما في عنا، هاي ناقصة عنا. يعني بالبيت بيلتقى 7-8 أنفس على 3 طراحات وعلى 4 حرامات، عندنا كثير نقص بكل المواد، اللي كانوا مواد غذائيه واللي كانوا مواد يعني صحيه، ولا ايش ما عديت لك هذول عندنا نقص نحن فيهم. طيب يعني الناس الان عايشه خلال الفتره هاي، كيف تحكي لنا عن وضع المياه، نقص مياه شرب، معاناتكم من المياه؟ المياه مشترى، عم نشتريها مشترى من شخص من ام الغطفه، يعني عم نشتري الخزام 3000، يعني تقريبا شيء مقارب شيء 7-8 دولار، ما بيكفينا. عم نتعاون كل العيلات لحتى نشتري الخزان، كل العيلات عم يتعاون لحتى يشتروا الخزان. نقص بالخزانات، يعني عندنا نقص كثير كثير شغلات. مدرسه ما عندنا مدرسه يعني للاطفال، تعلم الاطفال ما عندنا، يعني راتب للانسات ما في شيء، ما في خالص. هذا اللي عديت لك اياه كله اقسم بالله ما في. عم كيف تحكي لنا عن الاعياد السابقه، كيف كنتوا تجهزوا لاعيادكم في سهل الغاب او بريف حماه الشمالي؟ كنا بالغاب كنا نجهز حنا قبل العيد باكثر من اسبوع من كل شيء. هلق من بها الثورة ولا في واحد، ما عندنا حدا عيدني، ما في عيد، يوم من الايام العيد ما عندنا عيد، لانه ما في عندنا شيء نقدم للعيد. ما عندنا شيء نقدم، نحن شغلتنا مزارعين، ما انه موظفين ونقبض رواتب، مزارعين وصارنا على سنتين، وهي الثالثة مدشرين الاراضي ومدشرين الكل، والعفش راح والبيوت تهدمت ونحن قاعدين هون لا حول ولا قوة. يعني الاعياد سابقا كيف كانت عندكم بريف حماه، انه اعياد الاضحى او اعياد الفطر؟ هلا الاعياد كلياتها، ما انا عم اقول لك يعني بالنسبه لشغلات العيد اللي بدنا نعيد فيها هاي قبل اسبوع، بالنسبه للاولاد من قبل العيد ب 10-15 يوم بدنا ناخذ الاولاد نجيب لهم تقوم، نجيب لنا شغلات هيك نفرحهم فيها. هلا انا ما قادرين نقدم شيء، ما عندنا شيء نقدم. نحن بوضع تعبان جدا ماديا. ما عندنا شيء. الاطفال بدها شيء يفرحها من اعياد كذا. ما عندنا شيء نقدم، ما ولا حد عم يقدم لنا، ولا انا ما عندنا شيء نقدمه نحن. يعني نحن بحسره ان نشوف الاولاد لابسه، اذا رحنا برات هون نشوف الاولاد لابسه ونتحسر على اولادنا انه مو لابسين، مو هم لابسين ومعيدين مثل العالم. ما عندنا عيد. شلون بدنا، شو العيد اللي بدنا نعيده؟ ما عندنا عيد. يعني ما عندكم وسيله تفرحوا اولادكم بالعيد؟ لا والله ما عندنا. العم اللي حكينا هون عن بعض الاطفال كيف بيقضوا ايامهم خلال العيد؟ بخير ان شاء الله. يعني يوم عادي بيمر علينا نحن هون بالمخيم، او يعني ولا كانه في عيد او اي شيء هيك. يعني يوم عادي مثل كل الايام. ما بيحسوا بالفرحة ولا بيحسوا بالعيد مثل ما كنا نشعر فيه قبل أيام كنا ببيوتنا. احكي لنا سابقا كيف كان العيد؟ كان كنا نحضر قبل العيد مثل ما قال العم هون، قبل العيد بأسبوع 10 أيام للعيد، بنجيب حلو العيد، بنجيب لباس للأولاد للأطفال، بنحضر حالنا للعيد يعني. ما في غير منظمة الاي وي بي، هاي اللي عم يعني اللي عم تكفينا كل شهر، اللي عم تعطينا سلة كل شهر، هاي فقط. اللي
منادي الخير كان يعطينا وقفوا عن الدعم كله، وقفوا عنا، داروا على النازحين اللي جايين جدد. يعني ما في غير المنظمة هاي فقط. والله عم نبيع يعني قسم من السلة مثل ما قال لك العام، عم نرفع حق الخبزات، لأن حق كيس الخبز اليوم 200 ليرة. يعني هذا اللي نحن صاير فينا. في شخص عم يجيب لنا اياه من مصر، انا عم نشتري، نحن مشترى. الله يعافيك، هلينا.